رجع الكره يلعب يا ولد دلخ تعرفون تطبخون والله صدق يا جماعه ابو نهار وش الوضع وجود تو تعال 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 الله اخذ عدوك تعال شوف له ال وين خلاص خله يطيح يمين 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 ما يبون يطبخ يمين خذ يمين الله يسلمك يمين ايوه يمين ايوه يمين 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 دلخ يا ويلي المسبح راح فيها لا اعرف اشد مني منك خله تقع عند بالمسبح وهو ما يقع بالمسبح مساء الخير يا اخوي والله العظيم ماشي جيب لكم ابيكم تطبخون مساء الخير سنو زعلتوني خلاص كم الساعة طلع ساعة توكم جايين نشوفكم بالكاميرات لا لا خمسة حتى نجي السلام عليكم كم الساعة؟ مساء الخير ها؟ اهلا وسهلا شوفوا كم الساعة؟ انا يحق لي ما يحق لغيري لا كذا لا كذا الوضع ما هو لا وش اللي يحق لي ما يحق لي؟ لا اوكي نوفر على كيفنا ونجي على كيفنا ما تقدروا تصيحون في السماعات انتم بعتوني الحين هوا ها انتم فاشلين انتم تسوون انتم فاشلين انتم الساعه كم يعني الحين لو بدينا ما انتهينا طيب وش اللي حدد لنا نهار ولا احد يقول لنا شيء انا حق لي ما يحق لغيري انا رجال كم مستعجلين احاسب ولا انحاسب صح يا رشيد تعجبني صح لا تنحاسب فهمت انا رجال احاسب لا تنحاسب 20 وجايب له بعد الخروف والله شوف انا جايب لكم هنا جاء ابيكم تطبخون تاخرتم انا جايب لكم لكن انا اكتشفت انكم انتم ما تبون تطبخون ولا انتم حقين مفاتيح ولا شيء تبون تطبخون شيء تروحون ترقدون انتم ما جبتوا لنا الا ذا البصل نبي ابعلمكم كيف انا جايب لكم هذا نبي ناس لخه ونبي العين بس ماش 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 طيب انا بتكلم معي. ها شوف ما بتكلم معي والله تكلم معي تكلم معي هنا تبي تحسبوني ما اسمعك وتحسبون حقكم حقكم انكم تبقون هنا بالمطبخ وتقدمون فقراتكم وتنتهون اما انكم تحسبوني مستحيل يعني انت تتاخر عادي انا اتاخر عادي وانتم لا فعليا ايش رايكم بالله فيني وانا قاسي؟ قاسي لا لا فعليا في عاد 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 تحسبوني هذا ماش صح يا رشيد؟ شوف رشيد جالس يحسبني بعيونه لا يعني تبني بعيونه الوقت الوقت معناه لا تاخر ما اخذ شيء اول شيء صار سلام دقيقه لا تسوي شيء حتى ما عندي طبخ لا المشكله لا تاخرت انت على الوقت لا تاخرت ما دخلك ما قال لك ادخل اقسم عليك قاعد يطردك مع الباب اطلع عذرني اطلع فعليا فعليا شو اول شيء خلصتوا كلامكم طيب شوف يا احمد انا يحق لي ما يحق لغيري احاسب ولا تحاسب صح ولا لا يا سايق صح صل على النبي اللهم صل خلنا نسلم طيب على المشاهدين عادي تسمحوا لي اسلم والله ما تسمحوا لي بعد زعلانين مشاهدين تسمعوني طيب تسمحوا لي عادي ولا لا من اول سامح لك انت ما سامح لنا نتكلم بس خلنا نسلم ونرجع طيب عادي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبنا خلف الشاشات امهات الاباء اخواننا اخواتنا متحمسين للمطبخ كنت جايب لكم خروف ابيهم يطبخونه لكن للاسف رفضوه رفض تام يبون طبخات سهلة عشان يروحون يرقدون وجالسين يحسبون مقدم مذيع يحسبون على وشو على الوقت يا الله وهم يتدلعون ينامون وإذا جو قالوا لا تأخرت تكفى وما أدري إيش الله سبحان الله لا معهم حق علمته الرماية فلما اشتد ساعده ورماني عرفت طيب يعني الشباب بعد برضو حنا نقصي عليهم وأنت حلو شوي شوي يعني شديتها باثنين عليهم حتى الوقت صعب ايوه حلو فعشان كذا ايش نكمل سؤال معك ما انت 25 لا معك معك انا مهتم بس ايوه خلصت اليوم انت فيك شيء ضربتك شمس والله ضربتني شمس من يوم شفتك من نورك لا ورا غير يدور ايش زين قول لا اله الا الله لا اله الا الله تعطونا اسمحوا لنا نتكلم لنا كلمه يلا تكلم اول شيء مرحبا لكم مرحبا فيك لكم تقديركم احترامكم يا اثنين يا حبيبي والله ما قدرت اللي قدرك انا موجود معك انت يا احمد العوض لبيه رجال وتعرف السنع وتعرف ليلك واللي عليك فعلا سمعت امه من سالت اني حق لك من حق غيرك هذه شلهم راسك فعليا شيء ثاني طال عمرك لو انه شوف انت يا احمد العوض نستحي منك لانك رجال وتقدر الغيبي حبيبي احنا لاجلك قدرنا حبيبي تسلم ولكن تاكد ايوه لو ان غيرك اللي يطرد الرجال خليهم يدخلون هو ما تدخل احنا لو دخلت احنا ما نطلع مع البلد يعني نعطي رجال كل رجال نعطيه سلمه
طبت انت طاب الريجين معك ما قدمت انت رجال حلوين يعني الحين احمد دخلته عشان اطيب معك عاد احنا بنحاسب نشوف الشباب كانك اضطرت انت حد عز الله عزيز احنا ما طابخين اليوم يعني كانك تستقبل رجال واستقبال طيب لا والله يعني انا افهم منكم انكم تطردون يعني يحق لكم تطردون المقدم على مزاجكم المقدم يطردنا احنا وش جاي من السلسله صح في بلد. وقت انت مقدم هل هل هل, هل طيب هل سابقا هي ولا يمكن طيب مفوق من لا تدري فانت يعني لا تسبنك طيب. انك مقدم طيب ابعد طيب شوف بعطيك شيء المتسابق يحاسبه المقدم والمقدم تحاسبه الاداره يعني ما يعني كصريح العباره ما لكم حق انكم تحاسبون المقدم الاداره اعطت فرصه صح انتم ما لكم اي حق ما لكم اي حق لكن الاداره ما لكم اي حق لو ان شاء الله الواحد يطلع ويتكي برا انتم اللي عليكم انكم ما تحاسبون المقدم لا 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 هذه والله هذه غلط 100% خلاص انا لا دقيقه لا صح بصحح لهم بس وجهه النظر يمكن جالوا ما حسبناك انا خبرناك في الوقت انت تاخر انتم ما قلتكم يعني دقيقه ها صل على النبي صل على النبي صل على النبي يلا خلاص صلوا على النبي اللهم صل على محمد عشان نقفل الموضوع هذا ونقفل الباب ذا اسمح لي خذ راحتك بارضيكم ان شاء الله على الموقف اللي صار وبنساوي طبخاتكم رضيتوا كلكم ان شاء الله تكونوا فايزين والله انا بس يبغون هذا انا وقت الطبخ 30 دقيقه ان شاء الله كلكم فايزين راضين اهم شيء زميلي ما يمسك فيك راضين راضين زميلك 600 600 ها والله ابدوا طبخاتكم والامور طيبه ترى احنا هنا علشان لا لا الله هو كان بيسوي لكم دخوليه بطريقه حلوه كان غير لكم يا اخي يا اخي صل على النبي صل على النبي قصرت تقطع طويله خلاص احنا قصرنا قصرت تقطع طويله يطبخون ويعم فيهم اخوانك وكل شيء لكن انا وضحت لهم الصوره هم بعد ما هم مدجين الكلام لاحمد انا هذا اللي انا فهمتها لكن انا اعطيهم وجهه نظر اخويه وحقيقه لازم يعرفونها المتسابق ما له حق ما قدم دقيقه ما جاء المقدم يروح يرقد يسحب اما انا حاسب المقدم شوف ما يقدر بدر منك تاخرت اخبر اي التخبير عادي يا شباب شوف خطوات يلا هم بما انك طول العمر سلامه صار منك الخلل هذا حلوين مو خلل يا ناس هذه فقط احمد حلوين احمد يحاسب على الوقت يحاسب دقيقه يحاسب بس افهمك الطريقه احمد يطب الطلي برا فقرته لا 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 صل على احمد ان شاء الله تكي برا ويجي بنص فقره هذه فقره احمد احمد يرجع حساب عند الاداره انتم عندك فهمت كيف احمد انت قلت حسابك عند الاداره حلو حسابنا عند الاداره خلاص انا حاسب انا وياك يوم القيامه انا خلاص الزبده يا جماعه سيارتها تقطع طويله الله يرحم والديك الامور زينه وسعوا صدوركم كم التايمر كم معانا معي انت معك انا قلت خلاص انهيناها خلاص تمام انهيت حلوين ايوه طيب اسلم ما عندك مانع لا ما عندي مانع يعني موافقني موافق كبد بناء على الخطا اللي صار انا التايمر كم اصلحه بطريقه حلوه عطوا شو؟ إنه نواسي طبخات الشباب. يلا نتمنى نتمنى إنه مستقبل حتى إنه مش اسمه يتدرب كذا. وتم شو؟ طبخاتهم كلها متساوية. ناجحين إن شاء الله. كيف متساوي؟ تعويضا على الخلل اللي أنت سويته. لا لا الله مستحيل. دقيقة يا شباب لا تبدون لين نبدأ التايمر. قص كذا فهمت ممكن الآن خلاص نعطيهم الدرجات يمشوا؟ لا يطبخون. أيوة. ولكن كلهم. فيها على التقييم هي كلها على التقييم. طيب أنت عطهم الوصفة الآن وعطهم الطبخ. حلوين. الحين عطهم. هل رد نهائي من كانت اما انا اعطيتهم رد نهائي من اي ناحيه بناء على الخطه اللي رد بنهاية انا مقدم فقط تجي تخلص تقييم نعطيهم درجات انت هذا اللي راح يصير يعني بالعاده اي بس مستقبل الان مستقبل كلهم, كلهم 600 600 انتهينا طيب طب 600 600 واللي خسر ما ياخذ 600 يروح الصدمه هذا المعروف كلهم صدمه ياخذون 600 600 عادي يجلسون بصدمه اه ترى قصد كلهم كذا يعني يروحون بصدمه ها تبون الشيء هذا؟ اي رضيت كلهم 600 600 هذا امر بعد الله يرجع سائر يعني انت مقدم فهو نعطانا الحكومه 600 لا سعد 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 بس لازم تفهم الشيء هذا انه برضو انا لي القرار هنا انت مقدم لا 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 فعلا ابيك تفهم سعد شو صاني مقدم له القرار ان شاء الله الان اقدر اسوي اللي اسوي بعض بس بعض الاشياء تكون خارج صلاحيتي اقدر اسال للاسال اقدر اكلم الاكثر اقدر اقطع على ساير مو قط يعني على مثلا وصفة اقدر اوقفها اقدر اسوي اللي انا اسوي هذا اللي الكلام ايوه بس كوف انت اللي ساير لغير لا من. ها لغير من لغير مين لغير طب لقيم الطبخ ساير هو اللي يعطيكم ساير و50% على الاعداد بعد يعني مو ساير كامل لا لا 50% الاعداد يذوقونه 50 الاعداد عندهم التنظيف وعندهم المطبخ ساير عند الذوق انا شو انه ساير
يعني انت تشوفنا ساير الكل بالكل. كل بالكل حق الشيف انت لا مستحيل لا 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 غير صحيح. ما يحتاج انت لك احترام. ما يحتاج ما يحتاج ادري ادري بس انا كعمل انت تتكلم كعمل انا فاهم فاهم وبرضه كعمل وجهه نظر غلط غلط طيب خلاص احمد عشان نهائيا غلط يلا غلط غلط مره يرحم والديكم فكونا من التفلسف الزايد خلاص هم انتم صلوا النبي انتم مثل الواحد اسمع مثل الواحد اللي يخطي مثلا وبيحملها على من هو المقدم صح ولا لا نبدا ولا لا نبدا ها ها احمد الجماعه زعلانين عطنا يا